مساء العسل، احلى ناس في الكون. النهارده ان شاء الله هنتحرك شمالا تاني. احنا لسه نازلين من سوات، لكن النهارده هنتحرك شمالا تاني لهونزا، وهنقرب شويه من الحدود بتاعه الصين. بس الجو هناك برد جدا جدا جدا، فاحنا قاعدين هنا في اسلام اباد بنتدفى شويه ونخزن شويه طاقه عشان نتحرك دلوقتي ان شاء الله. فما تفوتوش حاجه من الفيديو، هنتحرك ناخد اتوبيس هيستمر 22 ساعه على الطريق، واحنا بنحب نتفرج على الطريق وفرجكم كمان على الطريق في اتجاهنا لهونزا. فما تفوتوش اي حاجه من الفيديو دون، وادونا دعم دلوقتي قبل ما تخشوا الفيديو باشتراك في القناه وادونا واحد لايك. خليكم معانا. السلام عليكم. مساء العسل. Yeah, let's go for some moves. Sure. سلام. شكرا يا ما فريند. وصلنا يا جماعه اهي، وخدنا حاجتنا العربيه. هوب الاتوبيس هناك اهو، نلحق الاتوبيس ان شاء الله. الاتوبيس معروف الساعه 6 وهيوصل في 22 لحظه واحده بقى، لازم في 22 ساعه. بوبا الحمد لله. شكرا. احنا بقى ايه؟ يا نهار ابيض، الاتوبيس عطلان ولا ايه؟ شكله عطلان. مش ده اللي احنا رايحين فيه؟ يا رب يا فيصل. ده يا جماعه احنا رايحين، رايحين في فين؟ التيكت، تيكت تيكت كونتر باك سايد هونزا نيكست سايد باك سايد هرا الزرع. تعال وريني يا عم. بنص شاور نو هونزا هونزا تيكت. ايوه تيكت. فين تيكت؟ فين هونزا هونزا هونزا؟ ايوه هونزا. اوه فهمت. جيل بس بزنس كلاس تيكت. فين تيكت؟ بزنس كلاس. اوكي اوكي. اوف يا جماعه، اتوبيسات شكلها محترم بصراحه. يورو دي، يورو بقى دي من احسن الاتوبيسات اللي موجوده في باكستان كلها، هي بتاعت فيصل موفرز ده. ودي سايت احنا بقى داخلين نشوف البيزنس كلاس التيكت بتاعته. السلام عليكم. الكرسي بتاعي هنا 21. اوكي شكرا. اتوبيس وصل يا جماعه، ده الاتوبيس اللي احنا هنطلع فيه. شوف خدنا احنا ايه التيكت دي. شكرا. خد يا معلم. وزيو وزيو يديك هي. اوكي تمام. بسم الله. السلام عليكم. الحمد لله. بصوا يا جماعه، في الناحيه الثانيه اللي هناك ده اتوبيسات نظيفه قوي قوي قوي. فانا بسال الراجل اللي جنبي ده، الراجل اللي جنبي ده من هونزا، فانا بساله ليه الاتوبيس ده على قده يعني، مش جامد زي الاتوبيس اللي هناك. قال لي هتشوف الطريق لهونزا عامل ازاي، عشان كده مش اي اتوبيس بيطلع هناك. خليكم معانا. سوقنا 10 ساعات بالليل، وكان معظم الطريق على حافة الجبل وضلمة وكله عربيات نقل، وفعلا كان الطريق مرعب. صباح العسل يا جماعه.
الطريق بقى زي ما انتم شايفين واقف الدمار والروعه، التلج بدا يظهر. خلاص بقى ايه داخلين ان شاء الله على اونزا نص نص ساعه بكتير ان شاء الله. الطريق كنا متخيلين انه هياخد 20 ساعه ولا حاجه، لا خد يمكن 16 ساعه حاجه. وصلت الفندق يدوب نزلت شنطي وخرجت عشان أقابل شباب من أهل القرية وأقضي معاهم باقي اليوم. الفيديو اللي جاي هيكون عن هونزا وجمال هونزا وكمان زيارة الأخطر كوبري مشاه، فاشتركوا في القناة وفعلوا الجرس وخليكوا معنا. الطريق 22 ساعة بقى يدعواتكم كده ايه نوصل للسلامة. الدنيا هناك تلج حرفين. هنضرب قتل سريع هنا قبل ما نتحرك بالأوتوبيس بقى حاجة دي. ويلكم، السلام عليكم، شكرا.